انطلاق، واللي في المركز الاول هناك اشعاري هجن الرياسة من تاتينا على صدارة، هناك سرابة من هجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي من يقدم سرابة، ولكن دخول من خلال تواجد الشاهينية من هجن الرياسة راشد بن محمد بسم المنصوري. انتقل بحضراتكم الى المركز الثالث ليجد هناك ايضا من تتواجد في هذه اللحظات بن ظبيان باسم الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي ضمرها، بينما المركز الرابع الوصول هناك مشاهدي الاعزاء من بن ظبيان لاسم الشيخ سيف بن خليفه بن سيف النهيان سعيد بن مبارك الوهيبي في عمليه التضمير والتدريب. نقلتنا مباشره الى مشكوره من هجن الرياسه واحمد بن مايد الخيلي في عمليه التضمير والتدريب. هناك المركز الخامس او المركز السادس بالفعل تصل في هذه اللحظات ايضا الدرعيه لهجن الرياسه عيسى بن احمد بن مايد الخيالي ضمرها، بينما نقلتنا مباشره هنا في هذه اللحظات على المركز السابع ليجد هناك في سابع المراكز مشاهدينا الاعزاء المركز السابع ملوع لسمو الشيخ احمد بن مكتوم بن يمعه المكتوم سلطان بن سيف المقبالي يضمرها، ولكن هنا الدخول ايضا من خلال تواجد الهايله من هجن الرياسه المميز مبارك بن احمد بن مايد الخيالي في عمليه التضمير والتدريب. انتقل بحضراتكم الى تاسع المراكز ليجد الشاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن طير العامريه تواجد هنا ايضا ليقدم انطلاقه رائعه من خلال تواجد هذا الاسم هنا، بينما هناك المركز العاشر الدرعيه من هجن الرياسه وعلي بن يميل الوهيبي. هذه هي النتيجه للعشر المراكز الاولى المتقدمه. لنا العوده الى الشاهينيه على صداره هذا الشوط، ومقدمة تأتي بشعار هجن الرياسة، يتواجد أيضا راشد بن محمد بسم المنصوري، نجومية كبيرة ورائعة في هذا المساء من خلال تواجد هذه النوعيات الجميلة التي بدأ يقدم منها المستحيل أيضا الجيد بالانتصارات والفوز بهذا الشعار، شعار هجن الرياسة الذي وضع له أيضا الوشاح الذهبي ليكون دائما له الطموح في الذهب. مشكور أيضا المستحيل على هذا الأداء الجميل والرائع. انتقل بحضراتكم مباشرة الى المركز الثاني، يجد سرابة من هجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي من يقدم سرابة ويقودها الى ايضا المناطق الامامية كما قدم لنا في الجولة الاولى وفي الشوط الرئيسي الدرعية التي حظت بناموس هذا المساء باول اشواطنا لهذا المساء الرائع. انتقل مباشرة هناك مع ايضا الدرعية تأتي بشعار هجن الرياسة، ويتواجد عيسى بن أحمد بن وايد الخيلي ليتواجد البارع هنا بخبرته الكبيرة وانطلاقاته الرائعة هنا من خلال تواجد هذا الاسم. ما شاء الله تبارك الله، هنا من خلال تواجد هذا الانطلاق نقلتنا إلى المركز الرابع. المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، الاسم القادم، الانطلاق الجميل، التحدي المثير هنا في أيضا القادمة من خلال تواجد حملة رقم 6 اللي وصلت في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. الوصول هنا ايضا من خلال تواجد بط صوغان او بن ظبيان سمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي يضمرها، هكذا هي الانطلاقات. ننتقل بحضراتكم من مركز الى اخر ليتواجد هناك ايضا شعار القادم في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، من خلال تواجد ايضا بن ظبيان لسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف ال نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي، وصل ابو مبارك مقدما هذا الانطلاق الجميل ايضا والرائع. يا سلام، هناك وصل ايضا رجل الخطوط النهائيه وصاحب الامتار الاخيره يقدم مشكوره من هجن الرياسه احمد بن مايد الخيلي من اطلق عليه الفيلسوف في عالم سباقات الهجن العربيه الاصيل
طويلة وبخبرته التضميرية. هناك ملوح ليسمو شيخ أحمد بن مكتوم بن مع المكتوم سلطان بالسيف المقبالي أيضا يضمرها، بينما هناك أيضا الاسم القادم وصلت الهائلة من هجن الرياسة يتواجد مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير والتدريب. دخول أيضا قادم ورائع وجميل هنا من الاسم القادم وصلت بالظبيان لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي. هكذا هي النتيجة، ولكن أنا بدوري أخذ المركز العاشر هنا الدرعية من هجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي. هذه هي نتيجتنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. جسر العبور أول العابرات، هناك الشاهينية أيضا من هجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتواجد في صدارة هذا الشوط وفي انطلاقاته الرائعة والجميلة، بينما المركز الثاني سرابة من هجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي من يقدم لنا ايضا سرابة في ثاني المراكز بشعار هجن الرياسة. نقلتنا مباشرة الى المركز الثالث، وجود في ثالث المراكز ليجد هناك الرعبية تاتي على ثالث المراكز من هجن الرياسة ليتواجد البارع ايضا علي البارع. هناك عيسى بن احمد بن مايد الخيلي من يقود هذا الاسم الجميل والرائع. انتقل مباشرة هناك بعد سيطرة واضحة من هجن الرياسة للثلاث المراكز الأولى، هنا وصلت الهائلة تنضم إلى شعارات هجن الرياسة في المركز الرابع. هناك شعار هجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي وصل المميز ليقدم هذا الانطلاق الجميل. وصلت مشكورة أيضا، ولكن هناك تدخلات من بالظبيان لسمو الشيخ سيف خليفة بسيف الهيان سعيد بن مبارك الوهيبي يضمرها، بينما هناك مشكورة من هجن الرياسة أحمد بن مايد الخيلي يتابع هذا الانطلاق الجميل والرائع. مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، المقبالي وصل يقدم ايضا شعار رائع وجميل هناك من خلال تواجد هذه الشعارات، ايضا من خلال تواجد ملوح لسمو الشيخ احمد بن مكتوم بن يمع المكتوم سلطان بسيف المقبالي. هذه هي النتيجه، هذا هو ندان الثاني، ولكن لنا العوده الى مقدمه الشوط والى الاثنين كيلومترات المتبقيه ايضا على النهايه والفوز والانتصار. الشاهينية على الصدارة على المركز الأول من هجن الرياسة يتواجد راشد بن محمد بالسم المنصوري يقدم أيضا هذا الانطلاق الرائع والجميل. هناك المركز الثاني تتواجد سرابة من هجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي يقدم انطلاقة سرابة على ثاني المراكز. انتقل بحضراتكم مباشرة الى المركز الثالث، وصول هناك الرعبية على ثالث المراكز من هجن الرياسة يتواجد عيسى بن احمد بن مايد الخيلي، بينما انتقل مباشرة الى المركز الرابع هنا المركز الرابع الهائلة من هجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، والمركز الخامس أيضا دخول رائع وجميل بخلال تواجد مشكورة من هجن الرياسة ليتواجد أحمد بن مايد الخيلي. هذه هي النتيجة. أعود إلى المقدمة، بدأنا نقترب من الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، يعلن المستحيل بأنه هو أول المدشنين لهذا الكيلو بخلال تواجد الشاهينية من هجن الرياسة. يتواجد هناك راشد بن محمد بالسم المنصوري مقدما انطلاقة رائعة وجميلة من خلال تواجد ايضا هناك الشاهينية. المركز الثاني وصول مسهرابة من هجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي، ولكن هنا التحديات القادمة من خلال تواجد هذا الشعار. وصلت الراعبية لهجن الرياسة عيسى بن احمد بن مايد الخيلي يتواجد هناك ليقدم الراعبية. اذا هنا الشاهينية على الصدارة على المركز الاول. المستحيل بدأ ينطلق، بدأ يندفع من خلال تواجد هذه النوعيات الرائعة والجميلة من خلال تواجد الشاهينية والصدارة في المركز الاول المنطلقة هنا، وبدأت تقترب من لوحة الأوامر النهائية ال 500 متر الأخيرة المتبقية التي تفصلنا عن خط النهاية لتاتي الشاهينية على الصدارة على المركز الأول من هجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري، ضايفا هنا النقطة الرابعة في هذا المساء الجميل والرائع والنقطة الخامسة لهجن الرياسة. هكذا هي الانطلاقات الجميلة والرائعة. تهانينا تهانينا والناموس لهجن الرياسة على هذا الفوز
وعلى هذا الانتصار الجميل الشاهينية من هجن الرياسة يتواجد راشد بن محمد بالسم المنصوري وقدم انطلاقة الشاهينية تهانينا والناموس لله درك المستحيل على هذا الأداء الرائع والجميل. لحظات الوصول معلنا هنا أيضا المرور أمام المقصورة الرئيسية بالفوز والانتصار. تهانينا تهانينا لأبو دياب على هذا الفوز، مشكور يا أبو دياب وأيضا شكرا يا أبو محمد على هذا الأداء الجميل. هذه هي الشاهينية من هجن الرياسة، تهانينا أيضا لراشد بن محمد بالسم المنصوري. بينما المركز الثاني وصلت الرعبية من هجن الرياسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. المركز الثالث الوصول أيضا من مشكورة من هجن الرياسة، رابعا الهايلة من هجن الرياسة. المركز الخامس وصلت هناك مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام كانت بن ظبيان لسمو الشيخ سيب خليفة بن سيف آل نهيان. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. لنا عودة هنا مشاهدينا متابعين الكرام بالتوقيت الزمني أيضا الثلاث المراكز الأولى كما أيضا عودنا مشاهدينا ومتابعينا عبر سيدة القنوات الرياضية قناة أبو ظبي الناقلة لهذا السباق في هذا المساء وأيضا الملتقطة كلها صغيرة وكبيرة. نأتي بالتوقيت الزمني ولحظات الإعادة هنا اللي هي الشاهينية من هجن الرياسة. من البداية هي بدأت من المنافسة القوية والتحدي المثير. ليأتي شعار هجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. قطعت مسافة 8 كيلومترات 13 دقيقة 55 ثانية 5 أجزاء أو 12 دقيقة بالفعل، مشكور للحافي 12 دقيقة 55 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس تريبل فايف، مشكور يا المستحيل على هذا الفوز والانتصار. من حل ثانيا كانت هناك البارع أيضا اللي هي الرعبية من هجن الرياسة بقيادة هناك البارع عيسى بن أحمد المايد الخيلي أحد شبابنا المضمرين. قطعت المسافة 13 دقيقة ثانيتين و7 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث كان وصول رائع وجميل من خلال تواجد هذه النوعيات الجميلة من هجن الرياسة. من وصلت في ثالث المراكز هناك مشكورة من هجن الرياسة 13 دقيقة 7 ثواني.